أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يرحمه يا جماعة. مين الشاب الثاني؟ هذا شوفير عروة. حاكي لك عنه من قبل. صار له فترة بيشتغل عنده. بدك نبعد السيارة؟ لا، خليك واقف هون. ابني، ليش استعجلت على حالك وصرت تحت التراب قبلنا كلنا؟ لك أنا اللي كان لازم موت واندفن قبلك يا ابني. والجرح اللي تركته فيني رح يكبر. هالجرح ما عم قادر اتحمله. يلا جيهان، أنا رح وصلها. رح تطلع معنا، ما هيك جيهان؟ أكيد ما بتحبي إنه تزعلي أبوك وهو بين الحياة والموت. جاية معكم، بس هالحكي لا تعيده بنوب. طيب طلعي معهم وأنا طول الطريق رح كون وراكم. نزل شباك. شو بدك؟ لمين هاي السيارة؟
وانت ليش واقف هون؟ شو دخلك انت؟ يمان اللي بعتك مو هيك؟ نزل شوي من السيارة بدي اقول لك شغلة لتوصل له اياها. لك انزل ولك؟ قلت لك بدي اقول لك شغلة وبدك توصل له اياها ليمان. شو صار لك؟ عن مين عم تحكي انت؟ هاجي خير شو في؟ هالشاب شكله مخربط بيننا وبين واحد تاني. يمان الواضي ما انه مسترجي يجي ورجيني حاله؟ مشان هيك بعدكم؟ انا ما بعرف واحد اسمه يمان، بقى اروح من هون. واذا ما بدي روح؟ اذا ما رحت من هون رح تشوف منا شغلات كتير ما بتعجبك. دير بالك وهالكلام لا تعيده مشان ما اغلط معك. لا نزل يدك ولا ناجي اطلع على السيارة. وانت اسمع، الظاهر ما حدا عارف يربيك ويعلمك الأدب، واللي ما بيحترم كل هالأموات اللي هون ما رح يحترم اللي عايشين. روح علم شوفيرك كيف يحترم الناس. لك انت عارفان حالك مع مين عم تحكي؟ لا والله مين انت؟ اللي مشان أعرف. استغفر الله. يلا يا ابني روح على شغلك، بس اسمع يا ريت ما تخليني اشوفك مرة تانية. الأولاد هلأ وصلوا وأمك مبسوطة فيهم، مبين عليها كتير مشتاقت لهم. سويت لك شاي. أنا ما طلبت، ليش عملتي لي شاي هلأ؟ تحسين ليك هلأ مو لأني ما خليتك تروح على الجنازة تقلب خلقتك. شو ما عم بعمل ما عم يعجبك؟ والله حيرتني معك. أنت بدال ما تحبسيني هون روحي رجعي بنتك، هي لازم تضل هون. بلكي هداك الرجال رجع طلع بوشه. تحسين جهام مالة لحالة، عروة وفتون خانهم راحوا معها. هالرجال شو كان بده من جود؟ هذا جود بشو مرت حاله يا ترى؟ بس الشرطة تمسكوا للرجال راح نفهم. اللي جود ما بيعرف شو القصة؟ ما بعرف آسيا، أنا ما سألت جود لحتى أعرف. تحسين ليك نحن هلأ قاعدين وما أحلانا، بقى شو رأيك نضل هون؟ بعدين وانت بهالحالة كيف بدنا نروح؟ خلينا ليلتقى هداك الرجال وبعدين منتصرف. رح نضل آسيا، رح نضل مجبورين على هالشي أصلا، كل اللي صار من تحت راس جود. ما قلت لك إنه هذا الولد رح يجينا منه وجع راس؟ حكيت وما رديت علي. لوين بدك تروح؟ على الجنينة هون، بدي شم هوا. استغفر الله العظيم. عروة ممكن توقف السيارة شوي؟ ليش؟ أنا حابة أمشي. بدك تشوفي لجود ما هيك؟ مشان الله ما بدك تبعدي عن هالرجال. لك ما كفاك اللي صار معنا معقول؟ لك كيف لساتك قدراني تضلي معه؟ عروة أنا رايحة لعند عايدة، أنا حابة أقعد مع رفيقتي وأحكي معها شوي. والله صرعتوني. عروة نزل جيهان وخلينا نحن نكمل على البيت وأنا بحكي مع تحسين. العمر إلك مرة تانية. كأنك رايحة على العرس؟ عرس شو هلأ؟ هيك مبين تيابك. طالعة حلوة مو؟ ليكي أنا طالعت لك منشفة نظيفة، فوتي تحممي، المي كتير سخنة منشان ما تضيعي وقت. منشان شو الحمام لك أمينة؟ يعني ما في داعي، بعدين قلقانة على جود كتير.
جود ما رح يجي هلأ، بيكون مع جيهان للمسا ليرجع، ويمكن يرجعوا سوا كمان. مانك عرفانة شو صاير معهم؟ أنا نازلة عالسوق، جيب لك شي معي أو قومي ننزل سوا. لا شكرا ما بدي، أنتي روحي لحالك، رح استنى جود ليرجع. أنا ما لازم أطلع من البيت بنوم. جود؟ هلأ ما في حدا غيري هون، بس يجوا بقلن إنك مرقتي. استني دقيقة حياة جود، هلأ بخطر بسببك، أنت ملاحظة ما هيك؟ طول ما أنت موجودة في احتمال يهجموا على البيت، وفي ولد عايش معهم. أنت ما دخلك بهالقصة مفهوم؟ تعرفي إنه أنا بخاف عليهم أكتر منك، إذا صار شي لجود ما رح سامح حالي. ماشي، طالما أنت كتير خايفة عليهم هيك معناتها خلص روحي. بس جود اللي ما عم يخليني أطلع، ما رح يتركني ارجع ليمان ابدا. روحي على الشرطه، خليهم هن يحموكي، لا تورطي جود بالمشاكل اكثر من هيك، اصلا بسببك انت ابي تقوص. هاي القصه الشرطه ما بتقدر تحلها حبيبتي، في شغلات انت ما بتعرفيها، علاقتي انا وجود اكبر من ما بتتخيلي. كيف يعني؟ اشرحي لي، انا ما عم افهم عليكي. اللي بعرفه انك هلا متزوجه، وانا وجود هلا منحب بعض، والعلاقة اللي بيناتكم خلص صارت من الماضي وبس. لا تاخدي القصة بهاي البساطة، أنا وجود ربياني سوا، وهو كان خطيبي، يعني الفترة اللي عشناها مع بعض مانا قصيرة، وصار بيناتنا كتير قصص، بس انجبرت أتركه. أنا وجود في شغلة كبيرة بتربطنا مع بعض، أكبر ما بتتصوري وأكبر من الحب، أنا أول حب بحياته، يعني جود كرمالي بيموت ولا بيتركني اطلع من البيت. عم قلك من هلأ مشان ما تزعلي مني، وانتي لازم تتقبلي هالوضع عيني. تعرفي شو مشكلتك؟ لا هاتي لشوف قليلي. خايفة من انه جود يحن ويرجع لحبيبته الاولى. بس قلك شي بيني وبينك، جود لو شو ما صار ما رح يقدر ينساني، وبيضل بيحبني. جيهان، مين هالرجال؟ جمال بيك جوا، وجايب معه رفقاته كمان، وقال بده يشوفك بسرعة يا بيك. هلا منشوف شو بده. لا تواخذنا، اجينا بدون موعد، بقى اسفين ممدوح بيك. مو مشكلة، شو في؟ هاد رفيقي يمان، إذا بتتذكر طلبنا منك مساعدة منشان نلاقي مرته. تذكرته بس اختصر. رفيقي غلط وقوص على واحد، بس الحمد لله هداك ما مات، والجماعة مشتكيين عليه والشرطة عم تلاحق القصة. الرجال اللي بيحمل سلاح لازم يعرف منيح ايمتى يطلعوا،
وإذا ما فكر باللي رح يصير بعدين لازم يتحمل النتيجة. ما بتدخل بقصة ما لي إيد فيها. هالشي بعرفه، ولو رصاصة صابت اللي بدي إياه كنت بتحمل النتيجة. طيب خدوا شوية مصاري وعطوها للجماعة وسكروا على هالسيرة. بس هدول الجماعة مانن من الناس اللي بحاجة مصاري. بيكون شوفير المدام فتون كارالي، وانت بتعرف مين فتون ممدوح بيك. هلا فهمت. ماشي، يعني رح تساعدني؟ خلاص بنشوف. يلا تفضلوا. أنا أول حب بحياته جود، لو شو ما صار ما رح يقدر ينساني. طمنيني، وصلتي على البيت؟ لا، ما رحت على البيت. لازم نحكي أنا وياه. خير؟ شوفي كأنك مكاني. هاي القصة ما بتنحكى على التليفون. ناطرتك محل ما منقعد. تعال بسرعة. ماشي. طيب جاي فورا. صدقيني بقتلك، هذا الولد بده ينزل. ما رح اتراجع عن قراري ابدا. احكي احكي لحتى فضيه براسه. يلا قوصني. كيف صرت اليوم؟ بدي أحكي معك بس خجلان، والقصة ما بتتأجل أبدا. حكى معي المحامي مشان الوردة تبع أمك الله يرحمها. ما بدي أحكي بهالموضوع، وإذا رجع اتصل قل له ما بدي شي، ما بدي شي رجعني للماضي. بعدين أنا شو ضل اللي من أمي؟ البيت القديم اللي ممدوح اشترى لي، تتذكر مشان شو أخده؟ كرمال انسى وجع ابني اللي توفى وارضى اني ارجع له. امي وقتها بعد ضميره مشان البيت، ما بدي اياه.
شوفي، بدي أخذ منك هويتي، بس أنا لسه ما خلصت المعاملة. أحسن، أصلاً أنا كنت بدي إلك تنسى الموضوع هذا. شو صار لك؟ لك مجنونة؟ معقول غيرتي رأيك؟ ولا عم تتدللي؟ أي غيرت رأيي، بس أكيد ما عم أعمل هيك معك بدون سبب. من شو أنت متضايقة؟ لاني متضايقة ولا شي، أصلاً أنا ما بتضايق من هديك البنت. أي بنت؟ حبك الأول. ليه ساكنة معك بنفس البيت؟ وليه حضرتك ما عم تتركها تروح؟ وليه خايفة عليك أكتر مني؟ قليلي شو حكيت لك؟ ليش شو لازم تحكي لي؟ آه جود، في شي مخبي وخايف إني أعرفه؟ لا ما في شي، شو بدي خبي؟ لا تخاف أبداً حبيبي، جود بالأخير مستحيل يتخلى عنك، ونحن رح نصير عيلة وحدة ورح نكون كتير مبسوطين. امبلا في شي أنا ماني مصدقتك. لا ما في أي شي، علاقتي معها صارت ماضي وانتهت خلاص. كبري عقلك، القصة صارت قديمة وما في داعي تكبريها. صدقيني أنت اللي بقلبي، بس هي حبك الأول. هلأ فهمت، انت غيراني ما هيك؟ من عيونك مبينة غيراني. من وين جايب كل هالثقة؟ لأنه لما بتغاري بتصيري أحلى. خلصنا بقى، لا تصدق حالك كل هالقد، لاني غيراني ولا شي. يلا أعطيني هويتي بدي روح. وإذا ما عطيتها؟ عم قلك هاتا. طيب خليها معك، بكرة بروح بطلع بدالها. لو عندك تروحي، أنا ما سمحت لك. إيه أصلاً أنا ما طلبت إذنك. خلص جود اتركني. لحظة جيهان، بترجاك تصدقيني، بيني وبين أسيل ما عاد في شي بنوب. طيب أنت بدك تسافر؟ ليش مو قدران تجاوبني؟ ما رح تسافر معه، لو بدك كنت بعدتها من زمان. بكل اسطنبول ما عندها حدا غيركم، ليش مقعدة عندك؟ جود انت مشان هاي البنت عم بتجازف بحياتك مزبوط؟ شبك ما نسيتها لهلأ؟ معقول لساتك بتحبها؟ مو مزبوط هالحكي، انا ما عم صدقك جيهان. بلا هالحكي بكفي، لكن بعد عنه. أنا بحبك إليك، أنتي كل حياتي. أنت كذاب، وكل كلمة قلت لي إياها كذب، وما عم تقدر تنسى حبك الأول، وبحياتك ما حبيتني إلي. يلا حمل حالك وروح لعندها، شو عم تستنى؟ Thank you.
صدقيني هاد اللي قاله، بس القصة ما بتتصدق. رحت ودورت بالإنترنت عن هيك شي ولقيت نفس الحالة صايرة مع كتير ناس، بس هو نسيان الرصاصة اللي براسه ومو رضيان يروح على مشفى ليتعالج. انتي متخيلة؟ مو قادرة أنا أتخيل والله، لأنه صار لك ساعة عم تحكي وما هديتي. القصة اللي بدي أوصل لك ياها أنه أنا حابة ساعده وعم دور على شي طريقة مشان نعالجه، وبدي روح أسأل الدكاترة ونشوف. انتي لساتك بتحبيه لهالشاب ومبين عليكي، مع انه جرحك وما ترك شغله وما عملها فيكي، وانتي خايفة عليه، يعني لهلأ بتحبيه. انا كمان ما قصرت معه، بس هذا مو موضوعنا. بعدين الظروف تغيرت، يعني انا ما بدي يحبني ومو راكدة ورا هالشي، بس بتمنى يكون مبسوط مو اكتر. عم تدوري على هالخاتم؟ ندمانة ما هيك؟ ليش ما عم تطلعي بوشي؟ امشي لوصلك عالبيت، لأنه ما فيني اتركك لحالك. يلا. ما رح تحكي معي ولا كلمة؟ خلصنا بقى، ليش لحتى تعملي معي هاي المشاكل التافهة وبتغاري ومدري شو؟ مفكرني مبسوطة لأنه صارت هالمشكلة؟ لك لا، ما عم قلك هيك. لكن شو قصدك جود؟ ليش ما اعتذرت مني وقلت لي الحق معي؟ أنا ما كان بدي منك أكتر من هالكلمتين. جيهان، نحنا كم مرة صرنا حاكيين بهالسيرة؟ واتفقنا على أساس ما نخلي حدا ينزعلنا علاقتنا، وقلنا انه ما رح نخلي ولا بني ادم يوقف بوش الحب تبعنا. بس هذا غير موضوع. جود، ممكن توقف شوي؟ خير، شو في كمان؟ خليني انزل وانت خد راحتك بالحكي مع البنت اللي كانت بتحبك وبجوز بدها تطمن عليك. عايدة عم تتصل. جود، مشان الله لا تكذب علي. عايدة، ليش لحتى تتصل فيك؟ يعني على القليلة قلي إنه أمينة اللي عم تتصل. أهلين عايدة. مرحبا جود، منيح اللي رديت على التليفون. أنا عرفت شغلات مهمة كتير عن وضعك الصحي. قلي لي أنت كيفك؟ أنا حكيت مع كذا دكتور جراح وحكيت لهم قصتك وقالوا في احتمال إنك بدك جيهان؟ أي ليك جنبي تكرمي، تفضلي احكي معها على راحتك. لك جود، جود بس دقيقة. أهلين عايدة. جيهان، شو أخبارك؟ أنت منيحة؟ أنا خايفة عليكي. منيحة، تمام، ماشي الحال. ماشي، بشوفك. تمام. شو كمان ما بدك تعتذري؟ لا تسرعني، يعني
هي أول مرة بغلط معك. خلص لا تمزح معي هلا. فتون خانم، ليش ما أكلتي شي؟ إيه والله هيك رح تمرضي. مو جاي على بالي أكل شي، يسلموا. طيب شو جاي على بالك؟ قولي لي وفورا بعمل لك يا. أنا رح أتركن هون، بلكي جعتي بعد شوي. حبيبتي أنا منيحة، لا تاكل همي. أمي أنا أخذت قراري، وبصراحة الشيء اللي مرقتي فيه آخر فترة كان السبب بهذا القرار. أنا بدي أدور على أبي وأعرف مين هو. من وين جبت هالحكي هلأ؟ عروة مانك شايف حالتي من غير شي تعباني، لا تجي وتزيد علي، الله يوفقك. حاسس فيك يا أمي، بجوز الندم هو اللي يكون سبب الحالة اللي أنت فيها هلأ. متضايقة لأنك ضليتي زعلانة من أمك كل هالسنين، ولا أنا غلطان؟ أنا ما بدي أعيش بهذا الندم، تعبت وماني حابب أندم وقت أكبر. الأب اللي عم تحكي عنه كان لازم يهتم فيك، أو على الأقل إنك تحمل كنيته، بس أبوك ما عمل شي تجاهك أبدا. تركيني قرر أنا هذا الموضوع، بس قلي لي أبي مين بيكون. لا عروة أنا ما رح قلك، ولو سمحت لا بقى تفتح هذا الموضوع ماشي؟ إذا ما قلتي لي رح أعرف طريقتي. أخذت قراري بهالموضوع. جود ما في داعي تفوت، خلص هي أنا صرت على الباب وما رح يصير لي شي، بقى روح. ايه يمكن غلط اللي قلته، لأنه أبي لما تقوس كان على الباب واقف هون. طيب خلص خليني سلمك بإيدي لأبوكي، بعدين برجع على بيتي. لك أنا قلت لهم إني رايحة لعند عايدة، بقى لا تفوت، ما بدي إياه يشوفك. يلا افتحي الباب يلا. كأنه مو جاي على بالك يمرق هالنهار على خير وعم تدور على المشاكل. ليك بابا، أنا كنت رايحة لعند عايدة بعدين اتصل جود، أنت مو لازم تكون متسطح، ليش واقف هون؟ يلا فوتي على البيت، أمك تعبت كتير اليوم، فوتي ساعديها شوي. حاضر. كيف صار جرحك؟ ماشي الحال. منيح، انت انقذت حياتي وهالشي ما رح انساه، وبعرف انه هذا الدين ما بينوفى ابدا. ما في ديون بيناتنا، توافينا. ما فهمت. مرة قلت لي انه انا سرقت منك حياتك، متذكر هالشي؟ مزبوط متذكر. وهالحياة المسروقة انا دفعت لك ثمنها، ما عاد في بيناتنا دين ووفا. هداك الحساب غير. اسمع جود، أنا ما تعبت على بنتي مشان تعيش هاي الحياة، هاي بنتي وروحي، ولو بهداك اليوم ما كنت أنا موجود كانت جيهان تقوصت. وانت متخيل شو ممكن أعمل لو صاير لشي؟ فهمان عليك ومقدر، وأنا رح حل هالموضوع. روح قول اللي بدك ياه لفتون خانو، إلا أنه أنت ابنها وإذا بدك مصاري خود، بس خليك بعيد عن بنتي، ما بدي شي تاني منك. لا تخاف، أنا ما رح أحكي شي لحدا. لا تاكل هم. ليش تراجعت؟ بوعدك لحتى تنحل قصة يمان رح ضل بعيد عن جيان. بس لا تفكر أبدا أني ممكن أتخلى عنها.
شو رأيك نحط شموع على الطاولة؟ شموع؟ ليش رح تنقطع الكهرباء يعني؟ لا، بس جود رح يفرح بهالحركة. أنا أخي ما بحب كل هالشغلات. كيف لحقتي تعرفي أخوك بهي السرعة؟ عن إذنك طالع على الجنينة شم شوية هوا. بس إذا لقيت رح حط. جود بالبيت مو؟ مين انتي؟ أنا رفيقته، معلش تناديله؟ شو كم وحدة مرافقة هالملعون؟ عفواً؟ كنت عم قول خلينا نتعرف. أنا أسيل، جود أكيد بيكون حكى لك عني. إيه انتي المدام اللي كرمالها أكل رصاصة براسه. معناتها حكى لك عن رصاصته كمان؟ ما حكى للبنت اللي بحبها بس حكى لك إلك. معناتها انتو الاثنين كتير رفقات. شو دخلك؟ امتى جود رح يجي؟ بالله من كل عقلك عم تسأليني عن جود؟ بتخبري جود اني اجيت؟ يا حرام، انتي كمان راكدة ورا جود على الفاضي وما عندك امل بنوم، وما رح تعجبي لجود مع انه مبين انك بتحبيه، هالشي واضح. طيب قليلي، انتي في عندك امل؟ مع انك قاعدة ببيته. خليني انا جاوب عنك، رجعتي مشان تاخدي جود؟ من كل عقلك مفكرة انك اذا قعدتي عنده رح يحبك؟ رح تنزلي على الفاضي وما رح تستفادي بنوم. طيب الله معك، ما بدي عطلك، لما بيجي جود بقله انك مرقتي. انا وانتي منعرف انك ما رح تقليله. لك يا أخي خلاص اقعد، وجعت لي رأسي، اهدى شوي. ماني قدران، إذا ما لقيتها لأسيل ما رح أقدر اهدى. يا ما نسمع، الشرطة عم تدور، ما لازم تنشاف، خلاص خليك متخبي. ليش بدي اتخبى؟ الموضوع كبير كتير، ما رح اتراجع، إذا بدي موت ما رح اتخبى ورح لاقيها. لك وقف، اهدى شوي. عن جد أنت مجنون. وهاد شو بده كمان؟ ألو؟ إيه سنان؟ مرحبا يا مان، شو بك؟ ليش معصب؟ أختك هي السبب، اتصلت فيني قالت لي إنه هربت منك. وقالت لك وين قاعدة؟ لا ما قالت لي، بس قالت لي بدها مصاري. إيه وغيره؟ ما حكت لي غير هالكلمتين، وأنا قلت لها إنه ما معي مصاري. إيه طيب اسمع، إذا رجعت اتصلت أنت لازم تعطيها اللي بدها يا ماشي؟ اسمع كلمة أختك، وإلا رح ساعدك، وإلا جاي لهون، وبعدين خبرني فورا، فهمت؟ ماشي مثل ما بدك. جود ليش تأخرت كتير؟ خوفتني. اسمعي وليه، إذا تاني مرة بتحكي كلمة مع جيهان وبسمع إنه هي متضايقة منك وقتها ما بتعرفي شو بعمل. جود مشان الله لا تضربني. جود الله يخليك. جود مشان الله خير. شوفي شبها، ليش عم تبكي؟ ما بعرف، أنا ما عملت لها شيء. لا تبكي. جود مشان الله لا تضربني، بترجاك لا تقرب علي بنوم، لا تقرب علي. خلص أنا آسف، بس اهدي، شو صار لك؟ قومي قومي، خلص قومي، رح جيب لك مي، ثواني. اسمعي عجيهان، لا تقربي نهائيا، اصحك تقربي عليها مشان الولد اللي ببطنك، فهماني؟ فهمت. انا بعرف انه انت رح تحكي لك كل شي، بس مو هلا جود، انا مالي غيرك، وانت هلا عم تساعدني، وبوعدك ما اعمل شي يزعلك. يسلموا امينه. يا ترى قدرت تعرف شي عن يمان وجماعته؟ عم دور في طرف خيط وليكني لحقه. الشرطة بيعرفوا وين أنا؟ لا، قلت له ما بعرف ليش هي تركت ألمانيا وإجت لهون. يعني كذبت؟
كرمال قبلنا كذبت معك. شكرا جود. لا تفكر اني عم حاول انزع لك حياتك هون، بس انا عم احمي ابني اللي هو ابنك.